ولي وعهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة ويفتتح مجمع الطائر للسيارات بمنطقة الرقعة الحمراء. برئاسة سلطان بن أحمد وفد الشارقة يبدأ جولته الترويجية للإمارة في الولايات المتحدة الأمريكية وسط جدول حافل بالاتفاقيات واللقاءات. انطلاق فعاليات الدورة 35 لمعرض الشارقة لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمركز إكسبو الشارقة. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام من مؤسسة الشارقة للإعلام، أحييكم وأقدم لكم نشرة أخبار الدار لهذا اليوم. ننطلق وإياكم من إمارة رأس الخيمة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات بفضل جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أضحت واحة للتعليم الحديث ومنارة تضيء دروب العلم والمعرفة لأبنائها، وذلك لما يتوفر بها من جامعات وكليات ومعاهد تضاهي أحدث الجامعات العالمية من حيث التجهيزات والإمكانيات التدريسية والإدارية. جاء ذلك خلال حضور السمو حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية. وأشار سموه إلى أن النهوض بالتعليم لا سيما التعليم الجامعي كان على سلم أولويات الإمارات منذ قيام الاتحاد، ولا زال يحظى بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة لتمكين أبناء الدولة من النهوض بخطط التنمية الشاملة وقيادة مؤسسات الدولة نحو مزيد من الإنجازات المشهود لها على المستوى الدولي. بمكتب سمو الحاكم في الشارقة عقد المجلس التنفيذي للإمارة اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. شؤون الإمارة المتنوعة استعرضها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه برئاسة ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حيث استمع المجلس خلال جلسته لمقترحات قدمها سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي من شأنها تطوير العمل البلدي في الإمارة. كما استمع المجلس لشرح من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن الحساب الختامي لعام 2012 الذي دفع المجلس لتقديم شكره لرئيس الدائرة والقائمين على إعداد التقرير. وفي شأن آخر قدم سعادة المهندس صلاح بن بطل مهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مذكرة تتعلق بدراسة المعايير الحضرية والمعمارية للشوارع الرئيسية بمدينة الشارقة. وثمن المجلس جهود الدائرة في الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة، موجها أمانته العامة للتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بشأن تشكيل لجنة لدراسة مذكرة. ومن جانب آخر اطلع المجلس التنفيذي من سعادة ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة على تفاصيل المذكرة المقدمة من المجلس البلدي لمدينة الشارقة والمتعلقة بالشأن البيئي في الإمارة. وضمن ما استجد على جدول الأعمال تلا سعادة المستشار سلطان المهيري الأمين العام بالمجلس التنفيذي المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2013 بشأن تجديد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم على تجديد مدة عضوية أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المعينين بموجب المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن. لأخبار الدار محمد سليمان. أكبر مجمعات شركة الطائر للسيارات في إمارة الشارقة افتتح اليوم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية ومطر حميد الطائر عضو مجلس إدارة شركة الطائر للسيارات ودكتور طارق حميد الطائر مدير الشركة.
فورد، لينكولن، جاكوار ولاند روفر. إن كنت أحد مستخدمي هذه السيارات أصبح بمقدورك الآن الحصول على الخدمات المتعلقة بها في المجمع الجديد لشركة الطاير للسيارات الذي افتتحه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 200 مليون درهم. وخلال جولته التفقدية بين أروقة المجمع الذي يشتمل على صالات عرض ومراكز للخدمة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، أكد ولي العهد نائب حاكم الشارقة أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باختيار وتخصيص منطقة الرقعة الحمراء لإقامة معارض لوكلاء السيارات المعتمدين في الدولة إلى جانب سوق السيارات المستعملة كان لها الأثر الواضح في جذب المستثمرين من أصحاب الوكالات لما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي يتميز ببنيته التحتية المتكاملة وخدمته اللوجستية. وأشاد ولي عهد الشارقة بمنجز مجموعة الطاير للسيارات الخدمي الذي سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالإمارة وتوفير الخدمات لسكان الشارقة والإمارات المجاورة. بدورهم أكد القائمون على شركة الطاير للسيارات أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة بعد افتتاح المجمع الجديد الذي يعتبر أيضا صديقا للبيئة، فهو يعتمد عددا من التقنيات الصديقة للبيئة في شبكات المياه وغسيل السيارات وتكييف الهواء وأنظمة الإنارة، وسيتم تدوير نحو 80% من المياه المستخدمة في غسيل السيارات ضمن المجمع الذي يضم 86 منصة لخدمات الصيانة و18 منصة لصيانة هياكل السيارات. هذا ويقع المجمع الجديد لشركة الطاير للسيارات في منطقة الرقعة الحمراء على طريق الشيخ محمد بن زايد بجوار قرية تسجيل السيارات، وبني على مساحة تزيد على 42 ألف متر مربع. لأخبار الدار منى الرئيسي. تحت شعار هويتي صناعتي، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان معرض بدايات الذي ينظم من قبل مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان. هويتي صناعتي، بهذا الشعار افتتح سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان معرض بدايات الذي يدعمه ويرعاه سنويا من خلال توفير كافة التسهيلات للارتقاء بمشاريع السيدات المنتجات المساهمات في دعم النمو الاقتصادي. معرض بدايات هذه في دورته الثالثة، هذا المعرض يستقطب هذا العام تقريبا 85 سيدة. احنا كمجلس سيدات أعمال عجمان ندعم هؤلاء السيدات ونحاول نسوق لهم بضاعتهم من خلال المعارض المختلفة، سواء هذا المعرض السنوي أو المعارض الأسبوعية أو اليومية طوال العام. المعرض هذا العام خرج من ثوب المحلية ليستضيف عدة مشاركات من بعض دول مجلس التعاون. أول مشاركة لنا في الإمارات، مسيرة الذاتية تبع المعرض بدايات هذه بصراحة متفائلين خير إن شاء الله. مشاركين في ركن من الأزياء العمانية وفي كل منطقة أو محافظة في سلطنة عمان وفي ظفار خاصة لها زيها الخاص، وإن شاء الله أتوفق فيه، فأنا يعني متفائلة بهالشيء صراحة، وأنا عارف إن شاء الله أهل الإمارات يعني ناس ذويقة وخاصة في الأكلات الشعبية يحبونها. مفاجآت عديدة يحملها المعرض هذا العام للزوار، أولها الكم الهائل من المنتجات التي يعرضها ل85 جناحا والتي تنوعت ما بين الأزياء والعطور والمأكولات المتنوعة وغيرها من احتياجات الأسرة. منتجاتنا شغل بيت من عبارة عن دخون مخلطات عطور ومداخن ولوشنات جسم على أشغال يدوية. معرض بدايات يحظى برعاية عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ممن سخروا كافة إمكاناتهم لخدمة المرأة المنتجة وتنمية قدراتها الإبداعية والاقتصادية. سنة الثالثة لهذا المعرض الذي يعد منصة هامة لتشجيع مشاريع المرأة المنتجة ودعمها للدخول في مجالات العمل الحر. من داخل جامعة عجمان للتكنولوجيا، لأخبار الدار سماح الشيخ.
ومن عجمان إلى العاصمة أبوظبي، حيث طلع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اطلع على أول طائرة إسعاف مدني هليكوبتر لإنقاذ الحالات الطارئة من المواقع البترولية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي والمجهزة بكامل المعدات الطبية المتقدمة وتعتبر الأولى من نوعها في الدولة. واستمع سموه إلى شرح من طاقم الطائرة عن مواصفاتها والمهام والخدمات التي ستغطيها لجميع العاملين في حقول النفط والغاز البرية والبحرية في الإمارة. سمو وزير الداخلية أكد بدوره حرص القيادة العليا على توفير أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات. مشاهدينا ومستمعينا، نشرة أخبار الدار متواصلة وتتابعونا بعد فاصل قصير. إكساء الأراضي المباركة، معرض يقدم للجمهور في الشارقة فرصة للتعرف على منسوجات نادرة من الحرمين الشريفين. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وبرفقة وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة بدأ جولته الترويجية للإمارة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحمل شعار الشارقة آفاق واسعة وفرص واعدة. التفاصيل يسردها لنا من واشنطن موفدنا سعيد بوغازيين. لأنها من أقوى دول العالم اقتصاديا بل وعلى مستوى التعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات، جاءت جولة الشارقة الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية منطلقة من العاصمة واشنطن حاملة معها آفاقا واسعة وفرصا واعدة. I believe this is very, very likely because Sharjah is part of a global crossroads that stretches from Morocco to Malaysia and South Africa to Russia. What we have is many people visiting the United Arab Emirates. We have great potential. We have a crossroads for trade, for tourism, for culture, for education, for healthcare. And I think the United States is very focused on investing in that wonderful opportunity that is Sharjah. وكنتيجة أولية ومن خلال عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، أهمها اتفاقيتان بين غرفة الشارقة وغرفة التجارة الأمريكية وأخرى مع غرفة التجارة العربي في أمريكا. توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارة الأمريكية، الهدف منها هي تعزيز العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة والتركيز على طبعا القطاع الخاص والترويج للقطاع الخاص في كلا البلدين، يعني الاستفادة من الفرص المختلفة. It's a new era, it's a new opportunity to work together to increase the commercial and economic activity and investment between the United States and Sharjah. وفي لقاء آخر مع مجلس الأعمال الأمريكية الإماراتية الذي يسوق للفرص الاستثمارية بين الجانبين، تم التعرف على الفرص الموجودة في الشارقة بمختلف قطاعاتها من قبل عدد من المستثمرين الأمريكيين، لينبثق عن ذلك توقيع اتفاقيتين من قبل مجلس الأعمال مع غرفة التجارة وصناعة الشارقة وأخرى مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. We signed two agreements today, one with Shuruk and one with the Sharjah Chamber of Commerce that will help the Business Council, which is the bilateral trade organization between the US and the UAE, expand relationships, business, trade and investment from the United States into Sharjah. وعلى هامش اللقاءات الرسمية، تم عقد لقاءات تعريفية بكل قطاع مشارك مع الوفد، سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة، بهدف الترويج لكل قطاع بما يسهم في الترويج لإمارة الشارقة بشكل عام. قد تكون هذه اللقاءات ما بين وفد الشارقة ومسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية بداية لفرص استثمارية في إمارة الشارقة. من العاصمة الأمريكية واشنطن لأخبار الدار، سعيد بوغازيين. ومن واشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، رئيس وفد الشارقة الترويجية. أهلا بك الشيخ سلطان.
أهلا وسهلا. يعني بداية أطلعنا الشيخ على أبرز ما تم من فعاليات واتفاقيات خلال اليوم الأول من الجولة الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إمارة الشارقة طبعا تشارك بحوالي 21 جهة في هذا الملتقى أو في هذه الجولة الترويجية، ومن خلال هذه الجولة الترويجية الحمد لله مثل ما يعني رأينا في التقرير تم عقد عدة اجتماعات وتم توقيع بعض الاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المسؤولين في أو الشركات الموجودة في أمريكا أو غرف التجارة، وأيضا مع غرفة التجارة في إمارة الشارقة. اليوم هو اليوم الثاني، وإن شاء الله نحن نتمنى خلال هذه الأيام المقبلة أن يعني يكون هناك العديد من اللقاءات. الجدول ممتد إلى نيويورك إن شاء الله، وفي ختام هذا الأسبوع إن شاء الله نختتم جولتنا ونتمنى تكون جولة موفقة إن شاء الله. يعني ما أبرز الأهداف التي ترمون إلى تحقيقها من وراء هذه الجولة؟ هو أهم هدف هو محاولة جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في إمارة الشارقة. طبعا إمارة الشارقة تعتبر من أولى الإمارات التي كان لها علاقة مع الاستثمار الأمريكي من حوالي 60 سنة، ولكن نحن نحاول أن نركز على بعض القطاعات المهمة التي نحاول أن ننميها في إمارة الشارقة، وذلك بالتركيز عليها في اجتماعاتنا وبعقد اجتماعات مختصة في هذه المجالات. إن شاء الله يعني خلال هاليومين لاحظنا الإقبال كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في إمارة الشارقة. نعم، بالتوفيق إن شاء الله. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا. وعلى هامش الجولة الترويجية التي تقوم بها إمارة الشارقة في الولايات المتحدة الأمريكية، قام وفد من الإمارة بزيارة معهد سميثسونيين للبيولوجيا والأبحاث لبحث أوجه التعاون الثنائي والإطلاع على التجربة الأمريكية في المجال البيئي والعناية بالحيوانات المنقرضة. في إطار الجولة الترويجية لإمارة الشارقة في الولايات المتحدة والتي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق تحت شعار الشارقة آفاق واسعة وفرص واعدة، قامت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة سعادة هناء السويدي رفقة أعضاء من الوفد بزيارة معهد سميثسونيين للبيولوجيا والأبحاث، حيث قدم مستشار المعهد عرضا حول التجربة الأمريكية في مجال الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية لوفد الشارقة، مؤكدا على أهمية الشراكة والدور الفعال الذي تلعبه من أجل المحافظة على المجال البيئي. We were very excited when we learned that we would have the opportunity to host this visit. لقد سررنا بفرصة استضافة وفد الشارقة والمسؤولين من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، فنحن كما نعلم جميعا مهمة هيئة الشارقة تتشابه بكثير مع مهمتنا هنا في الولايات المتحدة من ناحية الاهتمام بالتنوع البيولوجي والبيئة والحيوانات والطبيعة وذلك لمنفعة الإنسانية. من خلال الطروحات التي تم طرحها بيننا وبينهم تمكننا إن شاء الله في رؤية مستقبلية في برامج إن شاء الله راح تكون مشتركة بيننا وبين المعهد في مجال حماية البيئة، في مجال إكثار بعض الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وأيضا في مجال التوعية البيئية بالمحافظة على هذه الحيوانات ودراسة سلوكياتها. أيضا من الأشياء اللي تم من المخرجات المهمة جدا في عندنا تعاون مشترك بتبادل بعض الحيوانات المهددة بالانقراض وزيارة أيضا فريق منهم لبحث ودراسة الكائنات الحية الموجودة عندنا في إمارة الشارقة. ومعروف أن لإمارة الشارقة تجربة طويلة في الميدان البيئي، إلا أن الوفد يسعى جاهدا إلى رفع وتطوير هذا المجال والاستفادة من التجربة الأمريكية، وذلك من خلال خلق شراكات مع معهد سميثسونيين للبيولوجيا والأبحاث. هذه الجولة الترويجية تسعى إذن إلى طرح عدة فرص للتعاون على مستوى مجموعة من القطاعات المختلفة والتشاور حول ما هو أحسن لتطوير شتى المجالات بين الجانبين، كموضوع البيئة الذي يتطلب جهودا كبيرة لمواجهة كل التحديات التي تهدد هذا المجال. فيروز الكرواني لأخبار الدار، واشنطن.
ومن واشنطن نعود إلى الشارقة، فتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، افتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته 35 بحضور سعادة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. محبي المجوهرات والساعات على موعد مع مجموعة كبيرة من القطع العالمية التي اجتمعت تحت سقف واحد وتوزعت على مساحة تقارب 20,000 قدم مربعة، وذلك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي افتتحه الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة. الحمد لله مشاركين معنا هذه المرة عدد كبير من العارضين يفوق 450 عارض من شتى دول العالم، وعندنا مشاركات جديدة حتى من أبعد الأماكن من البرازيل والدول اللي هي تعتبر بعيد من لاتين أمريكا، أمريكا اللاتينية. والحمد لله نحن وفقنا بازدياد عدد العارضين هذه المرة وبتشكيلات جميلة ورائعة الحقيقة. المزج بين الذهب والأحجار الكريمة والنصف الكريمة خطوط مشى عليها أكثر مصممي وصانعي الساعات والمجوهرات ليقدموها في المعرض الذي ضم أسماء لامعة وجديدة في عالم المجوهرات تشارك للمرة الأولى إلى جانب المشاركات المحلية. هذه المرة الأولى لي هنا، وحرصت على التواجد لما يتمتع به السوق الخليجي من مقومات شرائية، وأنا هنا أقدم أبرز تصميماتي وهي مجوهرات مرصعة بأجمل الأحجار النفيسة. وبجانب هذه المشاركات سيحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع على روائع جناح الفن الإيطالي الذي ينظم للمرة الأولى ويضم إبداعات مستوحاة من مفردات البيئة الخليجية، بالإضافة إلى الجناح التايلاندي الذي يعد أحد أكبر المختصين في عرض تشكيلة فريدة من الأحجار الكريمة. فرصة الاطلاع على أحدث خطوط التصميمات للساعات والمجوهرات المقدمة من أكبر بيوت التصميمات العالمية من مختلف أنحاء العالم هو ما يقدمه معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لزواره في هذه الدورة. لأخبار الدار حسام سليم من مركز إكسبو الشارقة. احتفاء بموسم الحج المقبل وعيد الأضحى المبارك، نظمت إدارة متاحف الشارقة معرض إكساء الأراضي المباركة الذي يضم 14 قطعة من المقتنيات النادرة، ويستمر لمدة شهرين في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. تحت سقف متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وتزامنا مع بدء موسم الحج، قدمت إدارة متاحف الشارقة قطعا ومقتنيات نادرة ومنسوجات من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر معرض إكساء الأراضي المباركة. جاءت فكرة هذا المعرض من منطلق أن نوفر للزوار فرصة لرؤية بعض المقهريات التي ربما لا يرونها بشكل دائم ومستمر في المتحف، وطبعا بمناسبة قدوم موسم الحج وعيد الأضحى المبارك فكرنا أن تكون فكرة المعرض أو موضوع المعرض حول الأراضي المباركة. هذه القطعة النادرة هي واحدة من 14 قطعة تتواجد في المعرض، كانت تستخدم لتغطية الأماكن المقدسة داخل الحرمين المكي والمدني في أوقات زمنية متفاوتة. إحنا أتنا قطعات تاريخية ومعاصرة، يعني أقدم قطعة بالمعرض هي من القرن 17 ميلادي اللي 11 هجري، وأجدد قطعة بالمعرض من 2006 تقريبا. معرض إكساء الأراضي المباركة يعتبر إحدى المبادرات التي تنظمها إدارة متاحف الشارقة في إطار رسالتها الهادفة إلى إتاحة الفرصة للزوار لمشاهدة التحف الفنية الخاصة بالعقيدة والثقافة والفن الإسلامي. فرصة فريدة تتيحها إدارة المتاحف للتعرف على مقتنيات نادرة تتعلق بكسوة الحرمين من خلال هذا المعرض الممتد لشهرين. لأخبار الدار محمد رمضان الشارقة. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين.
ولوعهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة ويفتتح مجمع الطائر للسيارات بمنطقة الرقعة الحمراء. برئاسة سلطان بن أحمد وفد الشارقة يبدأ جولته الترويجية للإمارة في الولايات المتحدة الأمريكية وسط جدول حافل بالاتفاقيات واللقاءات. انطلاق فعاليات الدورة 35 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمركز إكسبو الشارقة.